ما يسمع الرجال يقول انت بتتنكس انت بتتنكس مع الرجال انت بتتنكس سمي ابوي انت بتتنكس ايه قاعد اسمع تعال 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 عاد البيت ما صح تعال ها تعال الشرب الشرب تعال تعال فين محمد شعبان يا الربع محمد شعبان موجود تعال تعال محمد انا عاوز تعمل كاستنج مع الود ده لانه بيسوي حركات هنيك وبيرقص 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 اهو اهو خلاص وقف انا عاوز تقرا التقرير ده قدام الكاميرا بدون اي ارتباك بيتابعونك الملايين الان على قناه كاريزما ولو بتلف يمين ولا شمال حضربك حضربك في الكاستنج اقدم قدام اقدم وحنا معاك اقدم 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 يعني يجي هنا محله خليك محلك ونظر الكاميرا عاول عاول ايه ده حاول تكون مراسل الكاريزما قدامك واقرا الخبر الان يلا طب نفدعك الخبر قوي ما في مشكله ممكن استبعاد نفدعك احسن حاضر حاضر يا محمد رمضان خبر الحين ارفع صوتك ارفع صوتك خبر الحين خبر الحين جاءنا النبأ التالي ان ناصر الغامدي مركب استبنة في الرنج وكفرة الاستبنة حقت هايلوكس مما ادى الى تفحيطه في المزرعة وبالتالي تم توثيق سنابه عبر الأقمار الصناعية. كان معكم عادل بن هيف من مسرح كاريزما. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. جاتني رسالة على السناب حق ركوني إنه حرفت. مين؟ أنت تركبه. أنت تركبه. بتطقطق على مدير القناة. أنت في عقلك إيه؟ وموسك؟ واستبنى هيلوكس لو حطيت استبنى باترول بلاتينيوم حقي طبعا باترول حطيته امشيها يا ماشي باش اقرب قرب قرب انت بتقول قرب قرب انت بتقول هيلوكس ليه ده هو الخبر يا راجل الخبر اهو لازم تبدله لان اذا كان في راجل مدير قناه بص 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 ما فيش ما فكيتش اهو اهو ما فكيتش الاستيكر انت انت حاسب اني انا دفعها من حسابي ناصر غامدي مطلع 200 ريال يشتري صح وتقول هايلوكس وستيبنا زغطني زغطني ايه تشق اورائي هذا الخبر نبداك اشهد ان لا اله الا الله انت ديلما اضرب نفسك أني بنفسك ارقص ارقص تحت تحت الأضواء تقول يا رب ارجع ارقص الواد ده اسمه ايه؟ أنا اه انت اسمه ايه؟ انا فهد عبد الرحمن فهد عبد